طيب السؤال الأخير بالنسبة لأختنا، هل يجوز أخذ قرض من البنك ثم إيداع المبلغ المقترض في البنك والاستفادة من نسبة الأرباح؟ أختنا تقول أخذت قرض بنسبة 8% فايدة، أودعته مرة أخرى لتأخذ 15% تسدد 8% من 15 وتستفيد بالسبعة الباقية. التجارة في الربا على هذا النحو الذي ذكرت ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. المعاملة الأولى حرام والمعاملة الثانية حرام يا أمة الله، فالاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته، إلا في حالات استثنائية. لو أنا متورط سلفا في قرض ربوي وعندي وسيلة لإعادة فاينانسنج، إعادة تمويل لأخفض الفائدة، فقد يكون لذلك في ذلك رخصة، لأن مبنى الشريعة على تقليل المفاسد. أما أنا أتعمد من البداية طائعا مختارا أن أخذ قرض بنسبة فائدة أقل لكي أعيد الاستثمار مع البنك في قرض أودعه مرة أخرى عشان أخذ نسبة فائدة أعلى، وبدا باب من أبواب الاسترباح التطوعي الاختياري، لا يجوز. الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته.